بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في هذا الدرس. اليوم سنقوم بشرح المتغيرات بشرح أولا المتغيرات. أولا لننشئ كلاس الخاصة بنا لكتابة الكود الخاص بنا، نسميها variable. أوكي، ونقوم بالضغط هنا لكي نقوم ب public static void main string args. الآن ها هو الكلاس الذي قمنا بإنشائه. كما ترون هنا variable اسم الكلاس، ولا بد هذا يجب أن نعلم يكون به، لا بد أن اسم الكلاس الذي يكون فيه المين والاسم نفسه الموجود هنا. نعيد لأنه مهم وينساه الكثير، اسم الكلاس variable. إذن حتى المشروع هنا يسمى variable، لكن يمكننا إنشاء كلاس آخر نسميه test. لكن لا بد أن نقول لكم أنه عندما نقوم بوضع المين يجب أن نضعه في داخل في المين، نقوم بالكود، نقوم بأكواد التي سنقوم بكتابتها. هذا يعتبر كوماند تعليق. هنالك نوعان من التعليق. هذا النوع من التعليق يتم كتابته في سطر واحد، عندما نقوم باكسلاش باكسلاش أن نقوم بكتابة أي شيء هنا يعتبر تعليقا، لا يكون ضمن الكود الذي نقوم بكتابته. وهناك نوعان من التعليق، التعليق الذي نكتبه في سطر واحد وهناك تعليق يتم كتابته في مجموعة من الأسطر كما ترون على هذا الشكل. هذا تعليق نقوم بكتابته في مجموعة من الأسطر. لنبدأ في الفاريابل. ما هو الفاريابل؟ الفاريابل، لماذا نقوم أولا بكتابة الفاريابل؟ نريد حجز مكان في الذاكرة ليتم استعمالها. يجب حجز جزء محجوز من الذاكرة لتخزين بيانات محددة بشكل مؤقت. أيننا نحجز أو نقوم بريزيرف مكان في الذاكرة لاستعمالها في وقت لاحق. لنرى على سبيل المثال، النوع الأول الذي سنراه من هذه الفاريابل، وهو أول فاريابل نقوم بكتابته هنا، وهو بوليان. بوليان نقوم بكتابته عندما نقوم بريد بكتابة شيء ما يأخذ قيمتين فقط. مثلا قمنا هنا بالتيست، والتيست يمكن أن يأخذ فقط قيمتين فقط، true أو false، قيمتين فقط. هذه القيمتان فقط يأخذها هذا الفاريابل، هذا النوع من الفاريابل. قمنا لجافا احجز مكانا لنا في ذاكرة اسمه تيست، سوف نقوم باستعماله في وقت لاحق. نأتي إلى هنا ونقوم بكتابة على سبيل المثال تيست يساوي فولس، ونقوم بكتابة سيستم دوت اوت دوت برينت لين أي أن يظهر لنا شيئا ثم يعود إلى السطر. نريد أن نضعه في هذا التيست
أي قيمة لدي لدى هذا التست. عندما نقوم بكمبيليتد أوكي فولس كما ترون هنا، أظهر لنا أن هذا التست، هذا ليس هذا الكلاس عفوا، نقوم ب لا نحتاج، هذا التست يعتبر يأخذ قيمة خاطئة. قلنا له اطبع لنا قيمة تيست، اطبع لنا قيمة هذا التيست. اولا قمنا بحجزه ببوليان، ثم بدأنا بوضع الى قيمة فولس، ثم قمنا بكمبيليتد، ثم اعطانا قيمة خاطئة، قالنا انه خاطئ. لنجرب نقول له ترو، اعطينا له ترو، ونقوم بكمبيليتد، نضغط هنا حتى لا يظهر لنا هذا الميساج. ترو يعطي لنا ان قيمة تيستد هو ترو كما ترون هنا، يعطي لنا قيمة تيست هو ترو. هذا النوع الاول الذي رأينا بوليان ويأخذ قيمتان فقط، يأخذ قيمتان فقط ترو أو فولس. لنرى النوع الثاني، وهو النوع الثاني الذي سنراه هنا، وهو إنت، وهو إنتيجر، يأخذ أعدادا صحيحة طبيعية، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وليس هنالك فواصل، أي أننا نقوم بأخذ أعداد صحيحة طبيعية، لا نأخذ 1.42. عندما نقوم مثلا بإنت هنا، نقوم بك قلنا له احجز لنا مكانا في الميموري، احجز لنا مكانا في الميموري، نعطيه مثلا هنا 12 لنرى الجواب، نضع تيست أعطانا 12. عندما نعطي مثلا فاصلة هنا 23 يعطيننا خطأ. لماذا؟ لأنه هو عدد صحيح طبيعي. نقوم بكتابة int فقط، نعطيه عددا صحيحا طبيعيا، مثلا هذا الرقم الكبير جدا، فيعطي لنا الجواب، وهو يعطينا نفس الرقم لأنه صحيح طبيعي، لا توجد فاصلة، لا توجد قسمة. إذن الانت يأخذ هو قيمة انتجر، وهو اختصار للكلمات انتجر، يعني عدد صحيح طبيعي فقط. وهنالك بايت أيضا، بايت هو يأخذ أيضا أعداد صحيحية طبيعية إلى ما ذلك. ولدينا شورت، هو أيضا يأخذ مثل إنت، يأخذ أرقاما صحيحية طبيعية، عندما ترونها تعرفوا أنه قام بحجز. مثلا قمنا هنا شورت أو بايت أو إنت، لا ولكن غالبا نستعمل نحن إنت التي نستعمل في غالب الأحيان. وإذا رأيت بايت أيضا وشورت، كلهم يأخذون الأرقام الصحيحة الطبيعية. وهنالك char يأخذ كاركتيرا فقط، واحد كاركتير، كاركتيرا واحدا فقط. هذه الأشياء التي نراها، مثلا يأخذ A فقط بحرفا واحدا أو slash أو point أو أي شيء آخر، ذلك ما يأخذه char. char هنا هذا نوع من الفاريابل، عندما نقول له احجز لك في الميموري من نوع char، نسميه مثلا تيست، حتى هو يعني انه احجز لنا مكانا في الميموري من نوع char، نعطيه كاركتيرا واحدا فقط وهو الكاركتير. هذا في المتغيرات. هناك متغيرات اخرى، مثل اذا ما اردنا
عندما نريد أن نكتب floating point، يعني عدد أعداد غير صحيحة طبيعية، مثلا نقوم بكتابة double، يعني نجربها هنا، نقوم بدوبل تيست، نعطيها مثلا 12.12 إلى ما ذلك، نقوم بالران، لم يعطينا لا الايرور مثل لم يعطي لنا الايرور مثل انت عندنا انت وبايت والشورت، نريد اعطاءها ارقاما طبيعية صحيحة 100%. اما تشار نعطيها كاركتير، اما دوبل نعطيها ارقاما كيفما كان حالها، فهو يعطي لنا الرقم لانه يعطي بالمئة. الان دوبل نعطيها ارقام لها الفاصلة و شيء من هذا القبيل، وهنالك فلوت مثل دوبل أعطيها أرقاما حتى هي. سنرى نوعا آخر وهو string، عندما نقوم بكتابة string يجب أن نقوم بالحذر ثم الحذر، لأن هناك قواعد في كتابة أنواع الفاريابل. مثلا لا يمكننا أن نسبق بإثنان أرقام، لا يمكن بتسمية أسماء فاريابل أن نبدأها بإثنان، مثلا إذا ما ضغطنا هنا خطأ إنه إيرور. يجب أن نلاحظ أنه ليس ممكنا أن نبدأ بأرقام أو كاركتير. يمكننا قوم تيست أوف مثلا دوبل، يعتبر صحيحا عندما قمنا بكامل كيس هنا، او عندما نقوم ب هنا يعتبر خاطئا. هذه مجموعة من الاشياء ريجل يجب اتباعها في الجافا، يجب ان نقوم بعدم بدء بالاسماء بارقام او شيئا من هذا القبيل. string، عندما نقوم بstring نقوم بكتابة مثلا hello، عفوا يجب تقرأ hello this كما ترون الاسم الذي كتبناه هنا hello this is java. نقوم بكتابة هنا كاركتيرات او شيئا من هذا القبيل، نقوم بكتابتها في a string. الان رأينا مجموعة من الانواع، لدينا بوليان من نوع بوليان يأخذ قيمتان فقط true او false، عندنا int يأخذ اعدادا ارقاما طبيعية صحيحة بايت مثل انت، وتشار يأخذ الكاركتير فقط، دوبل يأخذ الأرقام العادات الغير صحيحة الطبيعية، يمكنه أيضا أن يأخذ أرقام صحيحة طبيعية، المهم دوبل هو أكبر من انت، دوبل أكبر من انت. وهناك فلوت وهناك سترينج نقوم بكتابة فيه هذه نقوم بكتابة فيها سترينج فقط. شكرا على متابعتنا، إلى اللقاء، إلى فيديو لاحق، وإن أعجبك الفيديو فلا تنسى بالاشتراك في القناة. شكرا وإلى اللقاء.